مسعود، مريم واختي قاعد تلمح على شيء وايد كبير. شيء كبير شنو يعني؟ مريم شاكة ان امي لها ايد بالموضوع، بس ما تقدر تقول كذي. يا تحكي صدق عاد؟ لا طبعا، يعني امي شنو ممكن انها تسوي؟ امي طول الوقت قاعده معنا. الله يستر، حملي رجع المشكله، يرجع ما لقاها هني المصيبه. سعود ابوي راح يعفسنا، راح يقلب البيت على روسنا. زين انا بروح اسال مريم كم سؤال، يمكن تقول لي. روحي بروحي. بيتكم وايد تعبان قديم، حتى الفراش كسر الظهر مو مريح. والله هذا الموجود، شنو تبين نشتري لك قصر يعني؟ وبعدين انا قايله حق امي ما تغير ولا شيء بالغرفه، عجبتني كذي. اي من زين غرفه. حلقات جديده يوميا على فيو بتوقيتك.